هلا برضو الماتشات معروف المنافسه دايما ما بتبقى ما بين اهلي وزمالك. النهارده اهلي وسبورتنج، والدور قبل النهائي الصيد، الدور اللي قبله اعتقد سموحه. كان دور قبل السيمي فاينل كان سموحه، اللي قبليه كان اللي الصيد. قبليه كان الصيد. يعني في الاخر انا يعني المنافسه بتبقى مع الصيد اعتقد، او مع سموحه ومع سبورتنج، بتكون اصعب كتير في في السيدات السله، مش كده؟ هو كان احنا بتهيألي الفاينلز تبقى 90% 95% بتبقى ما بين الاهلي وسبورتنج، يعني على طول في اي بطوله يعني. اسكندريه بقى، وبيحبوا السله في اسكندريه بحبوها مع جدا. سبورتنج، نادي الاتحاد السكندري. بس الاهلي برضو، طبعا. الاهلي دايما لا رقم الاهلي واحد كبير طبعا. ولا ايه؟ كده كده. يعني احنا الحمد لله طبعا عندنا بطولات كثيره جدا في كره السله سيدات.